بعد حصة شاقة في الجيم تنهض في اليوم التالي غير قادر على الحركة، تشعر بالألم في جميع أنحاء جسدك، تريد فقط حك شعرك لكن يدك شبه مشلولة. الأسوأ من هذا كله هو الألم بعد تمارين الأرجل، حتى الجلوس في المرحاض لقضاء حاجتك يصبح تحديا شاقا. السبب في كل هذا هو ألم العضلات الناتج عن تمزق الألياف العضلية خلال التمرين. نعم، يمكنك الجلوس في المنزل والراحة حتى تستشفى العضلة، لكن هذا سيمنعك من أداء أنشطتك اليومية، سيمنعك حتى من الذهاب للجيم لتمرين العضلات الأخرى، الشيء الذي سيؤخرك عن بلوغ هدفك. لا تقلق، أحضرت لك الحل. في هذا الفيديو سأشارك معك أفضل 5 طرق للتخلص من آلام العضلات. هذه الطرق سريعة، فعالة، ومثبتة علمياً أيضاً. ما عليك إلا الضغط على زر اللايك، تكبير الشاشة، وهيا لنحارب الألم معاً. الطريقة الأولى للتخلص من آلام العضلات هي حمام الثلج أو الاستحمام بالماء البارد. هذه هي الطريقة المثالية والسحرية للتخلص من آلام العضلات، والتي ينصح بها العديد من الرياضيين، لكن يجب أن تكون شجاعاً للقيام بها. هذه ليست طريقة تقليدية كما يعتقد البعض، فهي طريقة مثبتة علمياً أيضاً. هذه دراسة بيّنت أن الحمام البارد فعال حقاً في القضاء على آلام العضلات مقارنة بالجلوس وعدم فعل أي شيء. فبعد حصة شاقة في الجيم تحدث تمزقات في الألياف العضلية، وهذا طبيعي لأن هذا ما يجعل العضلة تعود أقوى وأكبر. كما تقوم بوضع كيس من الثلج على الجرح لكي يشفى، الدخول في حوض ثلج أو أخذ حمام بارد يساعد أيضا في التخفيف من آلام العضلات. يمكنك صنع حمام ثلج خاص بك بملء حوض الحمام بالماء البارد وإضافة قطع من الثلج إلى الحوض. 5 إلى 10 دقائق في حوض مليء بالثلج هي كل ما تحتاج لاستشفاء عضلاتك. قد لا يتوفر لديك حوض ثلج، الحل هنا هو أخذ حمام بارد بعد التمرين لأن لهما نفس التأثير. قد تقول: لكنني لا أقدر على الاستحمام بالماء البارد. لا مشكلة، قم بعمل مداورة بين الماء البارد والماء الساخن، دقيقة لكل منهما، جسمك سيتعود على الأمر مع مرور الوقت. الطريقة الثانية للتخفيف من آلام العضلات هي التدليك أو ما يعرف بالفوم رولين. الكثير من لاعبي كمال الأجسام سينصحك بعمل ستريتش للعضلة بعد التمرين لكي تتخلص من آلام العضلات، وهذا ما يفعله الكثيرون. ورغم أن ستريتش مفيد حيث يساعد العضلة على الاسترخاء وينشط تدفق الدم إليها، إلا أنه ليس الطريقة الأفضل، فالدراسات تؤكد أن الستريتش لا يساعد في التخفيف من آلام العضلات. في المقابل، أثبتت الدراسات أن التدليك باستعمال أسطوانة التدليك أو ما يعرف بالفوم رولين أكثر فاعلية في القضاء على آلام العضلات. هذه أول خطوة أنصحك بالقيام بها، لأن تقنية الفوم رولين تتيح لك الحصول على مساج للعضلة التي تشعر فيها بالألم. معظم صالات الجيم تحتوي على أسطوانات للتدليك، لذلك خذ 5 إلى 10 دقائق بعد تمرينك لعمل مساج للعضلات التي استهدفتها في الحصة. النتائج التي ستحصل عليها هي انخفاض آلام المفاصل والعضلات، ارتفاع نشاط الدورة الدموية، وتحسن اللياقة البدنية. الطريقة الصحيحة لعمل الفوم رولين هي بجعل الأسطوانة تحت العضلة المراد استهدافها والتحرك إلى الأسفل والأعلى ببطء. عندما تجد مناطق الألم، توقف وركز على هذه المناطق بالتدليك لمدة 30 ثانية قبل الذهاب لمنطقة أخرى. استعن بيديك للمساعدة لكي لا تضغط كثيراً عن مناطق الألم وتتسبب في المزيد من الألم. لا تنسى أيضاً تدليك المناطق التي تربط العضلات بالمفاصل للتخفيف من آلام المفاصل، خصوصاً مفاصل الركبة وأسفل الظهر. الطريقة الثالثة للتخلص من آلام العضلات هي شرب القهوة قبل التمرين. الدراسات أثبتت أن شرب القهوة قبل التمرين يمكن أن يخفض التعب وآلام العضلات. مثلاً، هذه الدراسة بحثت عن تأثير استهلاك الكافيين قبل التمرين على عملية الاستشفاء العضلي. المشاركين في الدراسة تناولوا القهوة قبل ساعة من تمرين الذراع. النتائج بيّنت أن استهلاك الكافيين قبل التمرين ساعد في التخفيف من آلام العضلات. الجدير بالذكر هو ألا تفرط في تناول القهوة،
كي لا تدخل في مرحلة الإدمان. أنصحك بشربها مرتين إلى ثلاث مرات بالأسبوع فقط، خصوصا عندما تكون لديك حصة شاقة كحصة الأرجل. الطريقة الرابعة لاستشفاء العضلات هي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. كما تعلم، عضلاتنا مبنية من خلال الأحماض الأمينية الموجودة في البروتين، وأي نقص في هذه الأحماض الأمينية يؤخر عملية الاستشفاء العضلي. لذلك تأكد من تناول كمية كافية من البروتين خلال اليوم، على الأقل 1 جرام بروتين لكل باوند من وزن جسمك. ليس فقط البروتين هو من يتحكم في عملية الاستشفاء العضلي، فالدراسات بيّنت أن الدهون الصحية في صيغة أوميغا 3 DHA, EPA وELA تساعد في التخفيف من آلام العضلات بعد التمرين أيضاً. يمكنك الحصول على هذه الدهون الصحية من السلمون، التونة، البيض والأفوكادو. تجنب أيضاً الأطعمة التي تزيد من حدة الالتهابات كالبطاطا المقلية، الحلويات والمشروبات الغازية. الدراسات بيّنت أيضاً أن الخضر والفواكه مهمة جداً، لأن نظاماً غذائياً بدون فواكه وخضروات يبطئ عملية استشفاء وبناء العضلات. لذلك احرص على إدراج الخضار والفواكه في نظامك الغذائي. الطريقة الخامسة للاستشفاء العضلي هي ابق نشطاً وتجنب الخمول والكسل. بالبقاء نشطاً خلال اليوم يزيد نشاط الدورة الدموية ويرتفع تدفق الدم إلى عضلاتك، حاملاً معه المواد الغذائية اللازمة لاستشفاء العضلة وبنائها. هذا لا يعني أن تجهد نفسك بتمرين شاق، لكن أقصد القيام بتمارين خفيفة لعضلاتك المرهقة. مثلاً إن كنت تشعر بالألم في رجليك، قم بركوب الدراجة لمدة 5 إلى 10 دقائق، أو يمكنك المشي لمدة 20 دقيقة مثلاً. المهم أن تقوم بتمارين خفيفة لمساعدة عضلاتك على الاستشفاء. وصلنا لنهاية الفيديو أصدقائي، وهذه خلاصة لأبرز ما جاء فيه. إن أعجبك هذا المحتوى واستفدت منه، لا تنسى الضغط على زر اللايك وكتابة تعليق محفز أسفل الفيديو. الفيديو القادم سيكون عن طريقة حساب السعرات الحرارية بما في ذلك البروتين، الكاربس والدهون. لذلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلك الفيديو فور تنزيله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.